جيو وهو مش لاقي وقت ياكل. جيو مش لاقي وقت ياكل، هتفضحنا يا عبد الرحمن. اقسم بالله. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ احنا الفكره كلها، طب هنلبس. طب انت بتعمل ايه دلوقتي؟ هنلبس، خلي بالك من الطريق. على فكره اللهم بس محمد، توثيق ليا، بس توثيق ليا، اقسم بالله ما لاقي وقت اكل. عشان بس الناس اللي فاكره ان احنا بنتعبش والمدرسين بتلدين رجلهم في البسين طول النهار جنب الفيلا، عارفين اللي هو طول النهار بقى وكده. اكلي اهو في العربيه جاي من الشغل ومستعجل على الاستوديو عشان اعمل تصوير لاخر الليل، وبهكمل الشغل وتحضيرات مراجعه نهائيه. ده انا لو اتجوزت مش هلحق اشوفي، انا مش هلحق اشوفي.